الملاحظ الداخلي بيوسع لك آفاقك، يخليك تشوف أكتر من حاجة. لو أنت قررت وصممت إنك تقول أنا وتحط حاجة سلبية، تقول مثلا أنا حزين، أنا مكتئب، أنا فاشل على طول، أو أنا عصبي، أنا عصبي، أنا بسمعها باستمرار دي، أنا عصبي، أو أنا غير صبور، أو أنا تركيزي خطأ، أو أنا الذاكرة بتاعتي ضاعت، أي حاجة تقول فيها الأنا وتكررها وتحط فيها أحاسيس، يطلع لك على طول حاجة اسمها القاضي الداخلي. القاضي الداخلي ده اللي بيحطنا في السجن الداخلي. القاضي الداخلي ده من نفسك، اول ما تقول انا فاشل يروح طالع القاضي الداخلي، يروح عامل المحكمه ويقول لك حكمت المحكمه داخليا على بطاطا فندي انه يفضل جوه، هنحكم عليه بالفشل، هيبقى فاشل حتى صدور اوامر اخرى من مين؟ هو يقول انا ناجح، ما يقولش انا فاشل، لان انت قدرات وانت روعه. ما تقعدش تقول انا فاشل، حكمت على نفسك بالسجن الداخلي، او تقول انا مكتئب على طول حكمت على نفسك بالسجن الداخلي. فمعظم الناس بيعيش جوه سجن الداخلي من الافكار السلبيه.